فعلينا أيها الإخوة أن نتأمل القرآن. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. المرضى إخواننا المرضى، لكم في صلاة الليل الشفاء والدواء والبلسم الشافي بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث بلال وهو عند الترمذي، عليكم بقيام الليل. هذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى مطردة للداء عن الجسد؟ أنت ربما تجد رجلا صالحا تحسن فيه الظن، تشكو له وتقول له لا تنساني من صالح دعائك، فقد ابتلاني الله بمرض، وقل اللهم خبرا لا شكوى، لا تشكو، وإنما قل اللهم خبرا لا شكوى. فأنت تتوسل بدعاء الحي الصالح، بدعاء امرأة صالحة، تقول لها ادعي لي يا أمي، ادعي لي يا أختي في الله، ادعي لي يا أخي، ادعي لي يا أبي، نعم لأنه بمنزلة والدك. نعم، قيام الليل، قيام الليل مطردة للداء عن الجسد بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلماذا نبخل عن قيام الليل؟ لماذا لا تسمي حاجتك في السجود؟ واسترزق الله مما في خزائنه، فإن أمر ربك بين الكاف والنون. الله عز وجل إذا قال الطب عندك سرطان في الدم، فاعلم أن الله عز وجل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبدلك دما خيرا من دمك. أخلص وأقبل على الله، وأن يكون عندك هذا اليقين والتوكل، ولا تكن عقلانيا أو فيلسوفا علمانيا. لا، الطب أثبت ذلك، ولا يمكن أن نكذب الطب، وهذه الآلات والتحاليل أثبتت أن الدم ملوث بهذا السرطان وصاحبه لا يمكن أن يعيش، وا 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 وا. كذب الطبيب وكذب الحكيم وا 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 إلى غير ذلك. الحكيم والطبيب في لغة العرب. والله عز وجل يأبى إلا أن يكذب هؤلاء الذين يتألون عليه، الذين جعلوا حدودا لموت الإنسان. أنت بعد 3 أشهر ستموت، وإذا عند الطبيب يقول لهم أنت عندك أكثر شيء سنة، فيموت الطبيب ويعيش المريض لسنوات. هذه عقيدة، نحن ما عندنا هذه العقيدة، عقيدة التوكل واليقين، تفويض الأمور إلى الله، ليس فقط من أنا متوكل على الله، تفويض الأمور إلى الله مع الثقة بوعده ونصره وأنه سينجز لك ما وعدك. هذا التوكل الذي ينبغي أن يستقر في الأذهان. قم الليل وأقبل على الله. أتبخل على مولاك بعشر آيات؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. أي سورة فيها 10 آيات إذا تلوتها في ركعتين وقسمتها إلى نصفين في ليلة واحدة لم تكتب من الغافلين، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، قناطير مقنطرة من الحسنات. هذا فضل من الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يقول ومن الليل فتهجد، أي ما معنى من الليل؟ أي من بعض الليل. ومن الليل فتهجد به نافل، ومن أهل العلم يقول من بيانية، حتى لأن كاين بعض المسائل التي تؤخذ عنك بالزلات، أو في بعض الأحيان أنك تتكلم كلاما مجملا فيفهمه الناس على خلاف الواقع. على العموم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أما قال الله تبارك وتعالى أمن هو قانت آناء الليل، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. شوف قيام الليل بين سجود وقيام، ماشي بين مرح ولهو واحتضان الباغيات أو متابعة المسلسلات والسقطات والواتسابات واليوتيوبات، نعم و و و إلى غير ذلك. ينبغي أن يرجح كتاب الله عز وجل على الأقل في رمضان. دعك من هذه الوسائل التقنية والهواتف الذكية الآن والشغل بأمور يعني تافهة، حب ما حب، أعشقك ما أعشقك، هذا كلام ساقط لا ينبغي للإنسان أن يشتغل به. وأنا أتحدى كل إنسان أن يدعي أنه يحب فتاة قبل الزواج إطلاقا، هذا كلام خاوي، هذا كلام المسلسلات، هذا كلام مسلسل مهند ونور، مسلسلات غوادالوبي، المسلسلات البرازيلية والتركية واليابانية. الحمد لله، الحب يتولد بعد العشرة، حينما تتودد المرأة إلى زوجها بحسن المعاملة والتبعل والمعاشرة بالحسنى والطاعة فيما هو طاعة لله ورسوله. وجعل بينكم مودة ورحمة. هل تكون مودة قبل الزواج؟ كلام فارغ، أنا لا أستطيع أن أعيش دون أن أتزوج بفارس أحلامي. دعوا هذه للأفلام الساقطة. المسلم ينبغي أن يبرأ بنفسه عن هذه الأخلاق وعن هذه التصرفات. أنا أحبك ولا أرى غيرك، ولا يمكن أن أحب غيرك، قلبك بيد الله.
وليس بيد هذه ولا بيد هذا. فلا ينبغي علينا أن نشتغل بهذه الأمور. اشتغلوا أولا في هذه الأيام المباركات بطاعة الله وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل. الله أكبر، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. ما الذي يمنعك أن تكون من القائمين في الساعة الثانية أو في الساعة الواحدة أو في الساعة الثالثة أو بعد العشاء مباشرة؟ الحمد لله، لأن في الأمر ساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر من صلاتي من بعد صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. هذا فضل من الله تبارك وتعالى. المهم كن من القائمين، تلدد، أطل السجود. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا الحديث: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل. سمي حاجتك في جوف الليل، لأن الله تبارك وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخ البخاري ومسلم في صحيحيهما من قوله عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ربك يسأل عنك. وفي رواية صحيحة يقول: أنا الملك اسألوني، أنا الملك اسألوني. تريد أن تدخل عند ملك أو عند رئيس، تحتاج إلى وساطات، وإذا استقبلك قبلك لدقيقة أو دقيقتين. المولى الملك، ملك الملوك، الجبار الذي رفع السماء بالعمد، الذي ينزل إلى سماء الدنيا يدعوك وأنت غافل. سبحان الله، هذا حرمان، هذه غفلة. صلى الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يتداركون قبل أن يفوت الأوان. الله الله في العشر الأواخر، الله الله في العشر الأواخر. فهذه فرصة، وهذا موسم من مواسم الخير. صلى الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لقيام وصيام ما تبقى من رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي.